لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. قال ابن جرير رحمه الله: اختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله وإنه لا علم للساعة. إنه ما المعني بها؟ ومن ذكر ما هي؟ أو من ذكر ما؟ ومن ذكر ما؟ ذكر أي شيء هي الهاء. فقال بعضهم هي من ذكر عيسى وهي عائدة عليه، وقالوا معنى الكلام وإن عيسى ظهوره علم يعلم به مجيء الساعة، لأن ظهوره من أشراطها، ونزوله إلى الأرض دليل على فناء الدنيا وإقبال الآخرة. عن ابن عباس: وإنه لا علم للساعة قال خروج عيسى بن مريم. عن ابن عباس قال نزول عيسى بن مريم. عن ابن عباس أنه كان يقرأ وإنه لعلم للساعة قال نزول عيسى بن مريم. عن جابر قال كان ابن عباس يقول: ما أدري علم الناس بتفسير هذه الآية أم لم يفطنوا لها، وإنه لعلم للساعة قال نزول عيسى بن مريم. عن أبي مالك وعوف عن الحسن يعني الخبر عن أبي مالك وعن الحسن أنهما قال في قوله وإنه لعلم للساعة قال نزول عيسى بن مريم، وقرأها أحدهما وإنه لعلم للساعة. عن مجاهد قال آية للساعة خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة. قال قتادة نزول عيسى بن مريم علم للساعة أو علم للساعة، إن هو عن قتادة أنه قرأها وإنه لعلم. قال الضحاك يقول في قوله وإنه لعلم للساعة يعني خروج عيسى بن مريم ونزوله من السماء قبل يوم القيامة. عن السدي قال خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة. قال ابن زيد نزول عيسى بن مريم علم للساعة حين ينزل. وقال آخرون الهاء في قوله وإنه من ذكر القرآن، قالوا معنى الكلام وإن هذا القرآن لعلم للساعة يعلمكم بقيامها ويخبركم عنها وعن أهوالها. كان الحسن يقول وإنه لعلم للساعة هذا القرآن. وأن وجب عامة المفسرين، عامة أهل التفسير يفسرون على أن وإنه أي عيسى عليه السلام. اجتمعت قراء الأمصار على قراءته وإنه لعلم،
وروي يعني ابن عباس ما ذكرته عنه في فتحها وعن قتادة والضحاك، والصواب من القراءة في ذلك كسر العين، وإنه لعلم. في قراءة أبي ذكر أنه في قراءة أبي وإنه لذكر للساعة، فذلك مصحح قراءة الذين قرأوا وإنه لعلم للساعة. فلا تمترن بها، يقول فلا تشك فلا تشكن فيها وفي مجيئها أيها الناس. عن السدي قال فلا تمترن بها تشكون فيها، لا تشكون فيها. واتبعون يقول وأطيعوني فاعملوا بما أمرتكم به وانتهوا عما نهيتكم عنه. قال وهذا صراط مستقيم، يقول اتباعكم إياي أيها الناس في أمري ونهي صراط مستقيم، لا طريق، يقول طريق لا اعوجاج فيه بل هو قويم. هو طبعا هذا ظاهر فلا تمترن بها، ان هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يقوله لغير المؤمنين. ولا يصدنكم الشيطان، يقول جل ثناؤه ولا يعدلنكم الشيطان عن طاعتي فيما آمركم وأنهاكم فتخالفوه إلى غيره وتجوروا عن الصراط المستقيم فتضلوا، إنه لكم عدو مبين. يقول إن الشيطان لكم عدو يدعوكم إلى ما فيه هلاككم ويصدكم عن قصد السبيل ليوردكم المهالك، مبين قد أبان لكم عداوته بامتناعه من السجود لأبيكم آدم وإدلائه بالغرور حتى أخرجه من الجنة حسدا وبغيا. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.